بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. يا ريت الناس لو معايا حد في الدعم الفني ينزل لنا الباوربوينت، كنت شايفاه من شوية الباوربوينت. طيب في الباوربوينت عندنا اول بيج بتتكلم ان في كلاينت وعندنا سيرفر، وكلنا طبعا يمكن من حتى لو ما عندناش خلفية بالجافا بس عندنا خلفية بالمعلومة دي، ان احنا كلنا ككلاينت احنا اليوزرز، اي حد فينا بيبقى قاعد على جهاز كمبيوتر عنده براوزر هو كلاينت، والسيرفر هي الكمبيوترات اللي في عليها الحاجات اللي احنا بنطلبها. كلنا اتعاملنا مع البراوزر وكلنا اتعاملنا مع السيرفر، مفيش اي مشاكل. السلايز الثانيه بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان في ملايين من البراوزر على مستوى الانترنت وملايين من السيرفرات، وكلنا عارفين نماذج من البراوزر زي الكرومر زي الانترنت اكسبلورر، عندنا كمان السيرفرات زي اباتشي، وعندنا زي الجلاس فيش، كل دي زي الويب سفير للاي بي ام. البراوزر ده والاباتشي او السيرفر ايا كان نوعه بيكونكتوا مع بعض يا اما بوايرلس او وايرز، تمام؟ طيب احنا الهدف النهائي من خلال الكورس ده ان احنا نقدر نبني ويب ابليكيشن اللي من خلاله اليوزرز او الكلاينت يستطيعوا ان هم ياكسسوا الانترنت ويحصلوا على الحاجه اللي هم عايزينها، طبعا نبقى اغنياء في اخر الموضوع يعني، تمام؟ طيب ثالث واحده ايه اللي بيحصل؟ بنقول الشكل العام ان للبراوزر انه بيكونكت على السيرفر ازاي؟ بنقول ان البراوزر الويب براوزر بيتبعت فيه ريكوست من خلال مين؟ من خلال اليوزر، تمام؟ اليوزر بيبعت ريكوست، بيبعته لمين؟ بيبعته للسيرفر. طب السيرفر ده بيعمل ايه؟ بيدور على الريكوست ده اللي طلبه اليوزر، هل هو موجود عنده في الحاجات المتخزنه عنده ولا لا؟ لو كان موجود عنده بيبعته في شكل ريسبونس لمين؟ للكلاينت ده، تمام؟ يبقى الصورة العامة إن عندي ويب براوزر بيكونكت عليها كونكتر كلاينت، تمام؟ الكلاينت ده بيبعت ريكوست للسيرفر، والسيرفر بيشوف الداتا اللي عنده، هل عنده الداتا دي ولا لأ؟ ولو كانت عنده الداتا دي بيجهزها ويبعتها في شكل ريسبونس لمين؟ بيبعتها في شكل ريسبونس لليوزر، تمام؟ طيب عايزين نتعرف على حاجات اكتر من خلال الصور اللي قدامنا اهي. الصور قدامنا بتقول ان اليوزر بيستخدم البراوزر، والبراوزر ده بيفورمات الريكوست وبيبعته لمين؟ للسيرفر. السيرفر ده بيبص في الحاجات اللي عنده، اول ما بيلاقيها بيفورماتها ويبعتها في شكل ريسبونس لمين؟ للبراوزر. البراوزر ده بياخدها ويقدمها لمين؟ لليوزر، تمام؟ طيب البراوزر والسيرفر دول بيكلموا بعض ازاي؟ البراوزر والسيرفر بيكلموا بعض بلغة اسمها ال HTML، بيكلموا بعض بلغة اسمها ال HTML، تمام؟ طيب ال HTML دي هي عبارة عن تاجات، هي اللي بتقول للبراوزر ازاي يبعت الريسبونس ده لليوزر، تمام؟ طيب وسيلة المواصلات اللي بتوصل بقى الداتا دي لليوزر هي ال HTTP، وده بروتوكول نقل الملفات لليوزر. يبقى احنا عندنا حاجتين مهمين بنتعامل معاهم عشان البراوزر يكلم السيرفر، في حاجتين مهمين HTML، ودي اللغة اللي بيتم من خلالها الحديث ما بين السيرفر وبين البراوزر، ماشي؟ طيب وسيلة المواصلات أو الطريقة اللي البراوزر والسيرفر بيتكلموا بيوصلوا لبعض بيها هي ال HTTP، أوكي؟ طيب بنقول ال HTML دي هي اسمها، هي اختصار هايبر تكست مارك اب لانجويج، وهي لغه بيفهمها كل من البراوزر والسيرفر، ماشي؟ وهي بتقول
للبراوزر ازاي يعرض الداتا بتاعته دي، ايه شكل العرض. احنا بالنسبة لنا احنا كاي اي مش محتاجين ان احنا نتعرف على التفاصيل ال HTML، احنا محتاجين نتعرف على حاجات بسيطة من ال HTML، يبقى عندنا معرفة بس، يكون عندنا معرفة بسيطة بال HTML، يعني شكل الكتابة ازاي، لان احنا مش بنكتب HTML، احنا بنكتب EE، بنكتب جافا EE. طيب البروتوكول ال HTTP، لو انت سيرفر يبقى لازم ايه تعرف TTP، وهي الخاصة ببروتوكول لنقل الملفات، ده اللي بيخلينا نبعت ريكويست ونستقبل الريسبونس، دي وسيله المواصلات اللي بين البراوزر وبين السيرفر. طيب عاوزين نعرف HTTP stands for ايه، هي هايبر تكست ترانسفور بروتوكول، والبروتوكول ده بيستخدم تو كوميونيكيت بتوين ويب سيرفر وويب براوزر، هو الوسيله اللي بيتم التواصل ما بين البراوزر وبين السيرفر، البراوزر والسيرفر هما الاثنين بيكلموا بعض ازاي، بيتواصلوا مع بعض ازاي، من خلال ال HTTP. ماشي، البروتوكول ده مسؤول ان هو يوصل، هو اللي بينقل، هو وسيلة المواصلات اللي بتنقل لي الداتا من السيرفر توديها لمين، للبراوزر اللي من خلالها بيطلع عليها مين، اليوزر. وعندنا الصورة النهائية اللي هي HTTP request، يبقى الريكوست بيروح فين؟ بيروح من خلال HTTP request، والريسبونس بترجع في HTTP response. كده تمام، يبقى عندي client، عندي server، الاتنين بيكلموا بعض عشان يحصلوا على إجابة للأسئلة، مين اللي بيبعت السؤال؟ الويب براوزر. مين اللي بياخد السؤال ده؟ الويب سيرفر، وبيجاوب عليه في حالة إذا لقى الداتا عنده. طب إذا ما لقاش الداتا؟ طبعا لو ما لقاش الداتا بيبعت ايه؟ بيبعت نوت فاوند، او ان هو الداتا دي مش موجوده عنده، وممكن بالظبط كده نوت فاوند، ممكن كمان يستعين بسيرفرات ثانيه، يعني ممكن يتصل بصديق يقول له انا عايز محتاج داتا معينه فابعتها لي. تمام، طيب يبقى احنا الحوار بتاعنا النهارده هيكون على مين، او الحوار بتاعنا طول الكورسات بتاعتنا، طول الكورس بتاعنا هيكون عن البراوزر وعن السيرفر، والداتا اللي بينهم في النص، البراوزر والسيرفر، ومين الداتا اللي بينهم في النص. طيب الطريقة اللي اليوزر بيبعت بيها السؤال بتاعه، ازاي بيسأل السؤال اليوزر او البراوزر، احنا لو استخدمنا كلاينت، لو استخدمنا براوزر، لو استخدمنا يوزر، التلاتة بيعبروا عن حد واحد. تمام، طيب التلاتة دول اللي هم حد واحد اللي هو البراوزر مثلا، بيبعت السؤال ازاي؟ بيبعته في الشكل اللي احنا شايفينه ده، بيبعته في شكل URL اللي هي Uniform Resource Locator، بيبعته انا عايز السؤال بالمنظر ده، بيبعت له الاول البروتوكول اللي احنا قلنا عليه اللي هو ال HTTP. تمام، وعندي بعد كده اسم السيرفر، اسم السيرفر اللي انا محتاج من عنده الداتا دي، وده البورت، ده لكل سيرفر بورت او رقم، بعدين بيبعت له المكان اللي موجوده عليه الداتا دي، على السيرفر طبعا، الداتا دي موجوده على انهي مكان في السيرفر، وبعدين في الاخر خالص ده اسم الداتا اللي هو عاوزها، او اسم الصفحه اللي هو عاوزها، ده اسم ايه؟ الصفحه اللي هو عاوزها. يبقى بنقول يونيفورم ريسورس لوكيتر هي اليو ار ال، ده شكل السؤال اللي بيبعته مين؟ البراوزر للسيرفر، ده شكل السؤال. تمام، طيب بنقول يا جماعه ان الويب سيرفرز بتحب لاف سيرفنج ستاتيك ويب بيج. الستاتيك ويب بيج دي مين؟ هي الصفحات اللي مش عليها تعديل. بريك للصلاه، طب دقيقتين يا جماعه، بس دقيقتين، هلا بريك للصلاه دلوقتي، دقيقتين بس ممكن. طيب بنقول ان الويب سيرفرز بتحب ان هي تخدم او تجاوب على الاسئله اللي فيها ستاتيك ويب بيج. يعني ايه الستاتيك ويب بيج؟
هي الصفحات اللي ما عليهاش تعديل. زي ايه؟ زي الصفحات ال HTML العادية، صفحات الصورة ما عليهاش تعديل. كل الداتا دي لو هي static السيرفر بيحب ان هو يخدم عليها، ويحب ان هو يبعتها تمام. لو في حالة بقى ان السيرفر ما لقاش الصفحات عنده، زي ما قلنا من شوية ان هو بيضطر ان هو يستعين بويب ابليكيشن يساعد على ايه، ان هو يجاوب على الاسئله دي. يعني ممكن السيرفر يجاوب بنفسه على الاسئله، او ان هو يستعين بحد تاني يساعده في الاجابه على الاسئله دي. تمام. طيب ايه هي الصفحات اللي هي هنا جايب لنا مثال، ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون على طول متغيره؟ زي الوقت. يعني احنا مثلا لو انا محتاجه الوقت، لو انا محتاجه الوقت، فهو الوقت ده شيء متغير، فبالتالي بيكون دايما ممكن ما بيبقاش متخزن على السيرفر على طول، لا ده متغير كل شويه. ده نموذج يعني. والصفحه دي بتقول لنا ان احنا احيانا السيرفر كتير مش بيقدر يجاوب على الاسئله، فبيضطر يلجا لهيلب ابلكيشن او هيلب فول ابلكيشن. الصفحات اللي احنا قلنا ان هي جاست ان تايم بيج، دي اللي مش موجودة، دي اللي هي بتتكريت أو بتتعمل أول ما الريكوست بيتبعت، أول ما الريكوست بتتبعت. تمام، احنا ممكن ناخد بريك دلوقتي وبعدين نرجع بعد 10 دقايق إن شاء الله. أوكي؟ عليكم السلام. طيب يمكن قبل الصلاة اتكلمنا، كنت عايزة أعرف بس الناس في مشكلة عند حد في الكلام اللي احنا قلناه؟ يعني في حد ما مش واضحة عنده الرؤية في الجزئية الأولانية دي؟ هل في حد عنده مشكلة في الجزئية الأولانية؟ لو حد عنده مشكلة يقول أنا عندي كذا، بس الناس اللي فاهمة خلاص ما يقولش حاجة يعني. تمام؟ الناس اللي لو في حد عنده مشكلة فيش حد عنده مشكلة، كل الناس تمام؟ طب اوكي. طيب بكده احنا عرفنا المفهوم الأساسي ازاي. طب احنا عايزين نتعرف على ايه هي التعريفات الخاصة بالحاجات اللي احنا قلناها. زي ايه؟ يعني ايه ويب ابلكيشن؟ يعني ايه ويب سيرفر؟ يعني ايه ويب براوزر؟ يعني ايه ويب كونتينر؟ يعني جافا، يعني ايه جافا اي اي، يعني ايه جي اس بي، يعني ايه سيرفرلت. تمام. اوكي. طيب اول حاجه هنتعرف عليها الويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن ده بنقول هو ابلكيشن عاديه زي اللي احنا كلنا بنكونكت عليها. يعني انتوا دلوقتي الداتا بتاعتكم عشان تبقوا في الكورس ده ويب ابلكيشن. تمام. الويب ميل، كلنا بنستخدم الميل. السيلز، لو في حد منكم اشترى من على النت قبل كده. تمام. الشات، خليكم معايا، سيبوا الشات خالص، خلينا بس في الحاجات اللي احنا بنعرضها دلوقتي على اساس ان احنا نقدر نحصل على الفايده المرجوه من الكورس. طيب الويب ابلكيشن ده هو اللي بنستخدم ويب براوزر عشان نقدر نحصل عليه. الويب ابلكيشن هو اللي بنستخدمه ويب براوزر عشان نستخدمه. يعني عشان نستخدم ويب ابلكيشن لازم يكون عندي ويب براوزر. ودي برضو امثله لايه هو الويب ابلكيشن. زي مثلا لو عندي بعمل ساين ان في بوك على ويب سايت، او البنك، بيانات البنك. طيب ايه هي فايدة الويب ابلكيشن؟ الويب ابلكيشن ده فايدته ان انا مش مضطر الويب
ديفيلوبر، الناس اللي هي بتعمل الويب ابلكيشن، اللي هو زيكم باذن الله كده، انتوا هيبقى اسمكم ويب ديفيلوبر، انتوا مش مسؤولين خالص ان انتوا تعملوا حاجات خاصه بكل يوزر او بكل كلاينت او بكل اوبريتنج سيستم خالص. انت بتبني الويب ابلكيشن، بيرن عند اي حد، اي حد بيفتح الويب براوزر الويب ابلكيشن بيفتح عنده. يبقى انت حتى هو بيستخدم اي نوع من الاوبريتنج سيستم، بيستخدم اي نوع من الاجهزه، انت مش مضطر خالص ان انت تفكر في دي. انت مضطر بس تفكر ازاي او ابني ويب ابلكيشن كويس، لكن مش مضطر تفكر في طيب عندنا بقى الويب سيرفر اللي احنا تعرضنا له من شويه. بنقول الويب سيرفر ده يا اما يكون هاردوير، يا اما يكون جهاز كمبيوتر، او يكون سوفت وير. سوفت وير ابلكيشن موجود على الجهاز ده، وزي ما قلنا من شويه ان اي بي ام عامله الويب سفير مثلا، ده سيرفر. عندنا اباتشي ده سيرفر، كل دي انواع سيرفرات. تمام، الويب سيرفر ده ويب سيرفر وظيفته ان هو ينقل داتا لليوزر من خلال ايه؟ من خلال الانترنت. طيب ممكن ايه كمان بتعمل ايه تاني؟ السيرفرات بتعمل بتهوست الويب سايتس، هي مستضيفه للويب سايتس، هي بتستضيف عندها، هي كريمه جدا بتستضيف الويب سايتس. كمان ممكن تخزن الداتا عليها، ممكن بتخزن الداتا عليها. بيعمل ايه كمان؟ بيرن انتربرايز ابلكيشن، بيرن الابلكيشنز الكبيره الخاصه بالشركات الكبيره. تمام، يبقى احنا عاوزين نتعرف على الويب سيرفرز، ايه اهميتها؟ الويب سيرفرز دي قلنا يا اما هي اجهزه، طبعا اجهزه باستخدام سوفت ويرز ابلكيشن، يبقى هي هاردوير وابلكيشن في نفس الوقت. مهمتها ايه؟ وظيفتها ايه؟ ان هي بتبعت داتا للبراوزرز اللي هم اليوزرز يعني. طيب بتعمل ايه كمان الويب سيرفرز؟ الويب سيرفرز دي بتهوست ويب سايتس، هي اللي بتستضيف المواقع. بتعمل ايه كمان؟ بتخزن داتا، بتخزن داتا، وهي المسؤوله عن انها ترن انتربرايز ابلكيشن. يبقى احنا عندنا اربع حاجات بتعملها الويب سيرفرز، هي بتديليفر الويب كونتنت، هي بتهوست الويب سايتس، هي بتعمل داتا ستورج، وبتعمل رن انتربرايز ابلكيشن كده. تمام، طيب اي ويب سيرفر عنده اي بي اي ادرس، اي ويب سيرفر عنده اي بي اي اي بي اي اي بي ادرس. تمام، وبتستخدم زي ما احنا عرفنا من شويه، بتستخدم الاتش تي تي بي اللي هو البروتوكول عشان تخدم على اليوزرز وتجيب لهم الداتا اللي هم عايزينها. طيب يعني طب انا عايز اشوف السيرفر ده شكله ايه؟ السيرفر اي جهاز كمبيوتر ينفع يبقى سيرفر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا نزلت، اما انزل النت بينزل، هنزل معاه الابات وهبكونكت على النت، كده انا بقيت سيرفر، كده انا بقيت ايه؟ سيرفر. وزي ما قلت لكم من شويه ان في العديد من السوفت وير ابلكيشن سيرفرات، يعني زي الاي بي ام، زي الاباتشي، زي الجلاس فيش، كل دي انواع سيرفرات كده. تمام كده اتعرفنا على ايه هو الويب سيرفر وايه هو الويب ابلكيشن. تمام، طيب في بقى حد اسمه الويب كونتينر. الويب كونتينر، الويب كونتينر ده عامل زي المدير التنفيذي. حد سمع عنكم قبل كده عن المدير التنفيذي؟ المدير التنفيذي قائم بالاعمال زي ما بيقولوا كده. الويب كونتينر هو اللي هي البيئه للسيرفلت والجي اس بي عشان ترن. اباتشي سوفت وير طبعا، سوفت يا جماعه يا ريت نسيب الشات شويه. طيب نقول بقى الويب كونتينر هو عباره عن المدير التنفيذي، هو اللي بيخلي السيرفلت اللي عندي والجي اس بي يرنوا. تمام، الويب كونتينر ده هنلاقيه مهم في حياتنا في الايام اللي جايه، بعد ما نبدا نشتغل جي اس بي وسيرفلت هنحس باهميه الويب كونتينر. يعني هو هيبقى مهم في حياتنا الايام الجايه، عشان كده احنا بنتعرف عليه النهارده في حلقه التعارف يعني. تمام، الويب كونتينر ممكن كمان في بعض الناس بيطلقوا عليه سيرفرات كونتينر، وهو ده موجود موجود كومبوننت
جوه السيرفر، وده هو اللي بيتعامل مع الجافا سيرفلت، هو اللي بيتعامل معاها، بيكون مسؤول ان هو يمانج اللايف سايكل للسيرفلت، هو اللي بيهيئ الويب كومبوننت ان هي ترن، هو اللي بيوفر السكيورتي، هو اللي بيمانج الترانزاكشن والديفلوبمنت، يعني كل الحاجات الخاصة بالسيرفلت المسؤول عنها هو الويب كونتينر. زي ما قلنا من شوية، هو المدير التنفيذي القائم بالأعمال، الويب كونتينر هو للجي اس بي، هو اللي بيحدد حياة وموت اللايف سايكل للسيرفلت، هو المسؤول عن السكيورتي، مسؤول عن الإدارة، مسؤول عن كل الحاجات الخدمات الخاصة بالسيرفلت. طيب بنقول ده شرح برضو للويب كونتينر. بنقول لو اتش تي تي بي ريكوست اتبعت خاص بسيرفلت او جي اس بي، الريكوست ده بيروح الاول بيعدي على الويب كونتينر، الريكوست ده بيتبعت للويب كونتينر، بعدين الويب كونتينر بياخده يوصله للويب سيرفر، بعدين الويب سيرفر اول ما تجيب النتيجه تبعته لمين؟ برضو تبعته للويب كونتينر، تبعت له ايه بقى؟ HTTP response. تمام، يبقى بنقول ان مفيش اي حاجه بتعدي على السما تمر الاول على الويب كونتينر. الويب كونتينر هو المدير التنفيذي لكل الحاجات اللي بتحصل على السيرفر، ومفيش حاجه بتعدي على السيرفر غير ما تعدي الاول على الويب كونتينر. طيب الويب براوزر، الويب براوزر كلكم عارفين الويب براوزر، وهو سوفت وير ابلكيشن ده موجود عند كل اليوزرز، وهو اللي بيخلي اليوزرز يقدروا يشوفوا ويأكسسوا الويب بيج. تمام، والويب براوزر مسؤول ان هو يقرا ال HTML كود، HTML كود. طبعا ال HTML يمكن لو حد كتير عارفها منكم، هي عباره عن تاجات، واللي بيترجمها لينا هي البراوزرات. البراوزرز مسؤوله عن ان هي تترجم صفحات ال HTML الكود بتاعتها وتدينا صفحات احنا متعارفين عليها، زي الاوديو، الفيديو، زي التكست، زي الايمج، كل دي حاجات هو بيعرضها لنا الويب براوزرز. تمام، وبيكون في حاجه اسمها الهايبر لينك كلنا برضو عارفينها. لما هايبر لينك دي اللينكات اللي هي الفعاله اللي ممكن بدوسها وبدخل على اي صفحات تانية مختلفه. يعني الملفات العلميه، لو احنا اتفرجنا على الصور دلوقتي بنتعرف تعريف علمي. الويب براوزر قلنا ان هو بيتعامل مع السيرفر وبيحصل على المعلومات اللي هو عايزها. الويب براوزر ده بيستقبل المعلومه وبيعرضها لليوزر. يبقى الويب براوزر الاول بيكونكت على السيرفر، يبعت السؤال وبعدين يستقبل اجابه. الويب براوزر ده برضو حد مهم، يعني هو اللي بيخلينا نتعامل مع القنوات المختلفة، هو اللي بيخلينا نقدر نحصل على الحاجات اللي احنا محتاجينها. اي شيء انا محتاجاه، سواء صورة، سواء صوت، سواء فيديو، بحث خلال البراوزر. نقول ان في عندنا انواع براوزرات كتيرة يمكن كلكم عارفينها كرومر. طيب برضو سمعنا كلمة كلاينت من شوية، والكلاينت هو نفس المعنى اللي احنا بنطلقه على البراوزر، برضه هو المسؤول، يعني هو ممكن نقول براوزر وممكن نقول كلاينت. تمام، وهو المسؤول ان انا بدخل او بحصل على الداتا من خلال السيرفرز. يعني ممكن ان احنا نقول المصطلح على البراوزر او على الكلاينت، الاثنين بيساووا بعض، يعني لو قلنا كلاينت او قلنا براوزرز بمعنى واحد. تمام، طيب عاوزين بقى نتعرف على يعني حاجات اكثر، او يعني بعض منكم اللي درس الجافا قبل كده عنده خلفيه ان عندنا في الجافا ثلاث انواع: اس اي اللي هي ستاندرد، عندنا الاي اي ودي الخاصه بالانتربرايز اديشن اللي هي في النص
دي اللي هي بتاعتنا اللي احنا نشتغل عليها، وعندنا اي ام ام اي اللي هي الخاص كيش، يبقى الجافا اس اي 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 وام اي. طيب الاس اي الناس درستها قبل كده وهي الخاصه بعمل ديسكتوب ابلكيشن، ويمكن الناس لازم معظم الناس بتاخدها ك كانترودكشن، يعني عشان يكملوا اي اي او يكملوا ام اي لازم يعدوا على الاس اي. تمام، الاي اي دي خاصه بالويب ابلكيشن، والام اي خاصه بالموبايل ابلكيشن. في ناس بتتخصص يا اما ويب ابلكيشن وناس ثانيه بتتخصص موبايل ابلكيشن، ودي الجافا بتاعتنا. بنقول الجافا اي اي او الجافا انتربرايز اديشن، وهي دي كده خالص على بلاتفورم معينه بترن عند اي حد، وهي اللي عملتها في الاول سن طبعا، وحاليا اشتريتها اوراكل، وهي خاصه بان ازاي اديفلوب، ازاي ابني، ازاي ادبلوي، اعمل انشره يعني ويب ويب بيز انتربرايز اونلاين، ازاي ان انا اقدر ابني واطور مواقع انترنت على شبكه الانترنت، مواقع انترنت على الشبكه. طيب عندنا طبعا الاي اي فيها مجموعه من السيرفرز، فيها مجموعه من الاي بي اي، الادوات الخاصه بيها، البروتوكولات الخاصه بيها عشان اقدر ابني الويب بيزد ابلكيشن. الاي اي من اللغات اللي يمكن حلوه سلسه، بتقدر ان انت مش بتكتب حاجات كتيره، مش معقده، هي لغه نوعا ما بتبقى محتاجه عاوزه حد بيفكر، وهي في الكتابه سهله جدا، الدنيا سهله يعني مش صعبه خالص يعني. الجافا اي اي طيب عاوزين نعرف ايه هي التكنولوجي بتاع الجافا اي اي. عندنا حاجه اسمها السيرفلت، حاجه اسمها الجي اس بي، جافا بين، اي جي بي، جي اس اف اي، جي اس اف سوري. طيب احنا هنتعرف على سيرفلت والجي اس بي، وهناخد فكره عن الجافا بين. والجافا بين دي هي الكلاس العاديه بتاعت الجافا، الناس اللي درست جافا قبل كده هي الجافا الكلاس العاديه، ما فيهاش جديد يعني. الاي جي بي والجي اس اف والجي اس اف لا، احنا مش هنتعرض ليها خالص، احنا هنتعرض لاول ثلاث حاجات بس خلال الكورس بتاعنا. طيب لحد كده ممكن نفتح الشات. باشمهندسة هالة، ممكن نفتح الشات؟ طيب هل في حد يا جماعة عنده مشكلة في الجزئية اللي احنا شرحناها؟ الناس اللي عندها جزئية تكتب عندي كذا الاي جي بي. لا الاي جي بي ده اوكي ماشي شفت. لا الاي جي بي لا مش هنتعرض ليه، الاي جي بي ده حاجه خاصه بالجافا برضو، بس احنا مش هنتعرض ليه يعني، هو كورس لوحده يعني. والجي اس بي السيرفرت والجي اس بي، شو الاختلاف؟ هنتعرف على ايه الفرق بينهم دلوقتي يا جماعه. Can you see something about ماشي، الناس اللي ما عندهاش خلفيه عن الكورس ما فيش مشكله كمل، بس لو لقيت صعوبه دي مش مشكلتنا على فكره، دي مشكله ان الاي اي مبنيه على الاي على الاس اي نوت اي جي. اي جي بي انا حابب اتعلم جافا، بس انا اول مره ادخل فيها. ماشي ما فيش مشكله يا جماعه، الناس اللي بتقول المصطلحات جديده اسبرنج. لا 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 ما فيهوش يا جماعة، لا ماشي. البرامج انا اخر المحاضرة اخر اليوم النهاردة هنعرف ايه البرامج اللي هنشتغلها، وانا قلت النت بينز لو انتوا تنزلوه من على جوجل، بس احنا عشان المحاضرة دلوقتي انتوا نزلتوا اي حاجة هيأثر على الشات، فياريت
يا ريت نخلي في الآخر بعد ما تخلصوا المحاضرة تنزلوا تنزلوا البرنامج، يعني يعملوا نفس الشيء. لا طبعا، لا، الجي اس بي والسيرفت مش بيعملوا نفس الشيء. طيب معلش يا جماعة، has every web server a web container for service؟ yes. ايوه، الناس اللي بتسأل هو كل web server فيه web container؟ ايوه. every جي اس بي اتس سيرفر، مظبوط. ماشي، واضح ان انت درست الاي اي قبل كده يا جماعه. طيب معلش يا جماعه، طيب انا بس هرد على حاجه. تمام، طيب انا هرد بس على حاجه معينه. الناس اللي بتقول ان انا ما خدتش، الناس اللي بتقول انا ما خدتش جافا قبل كده، نكمل ولا ما نكملش؟ دي حاجه براحتك، اللي عاوز يكمل يكمل، اوكي، ما فيش مشكله. واللي مش عاوز يكمل دي حاجه بتاعته. ماشي ماشي، انا مش معترض على الناس اللي بتقول ان هي الاوراكل. انا قلت ان اوراكل اشترت سان كلها يعني. طيب ماشي يا جماعه، انا شايفه ان انتوا خرجتوا بره اللي انا بقوله. انا بقول الناس لو عندها مشكله في اللي انا قلته قبل كده تقول. شايفه الناس معترضه ان لا اوراكل اشترت ولا ما اشترتش. شايفه الناس بتقول برضو في بروجكت اخر المشروع، اخر الكورس، في بروجكت. طب يا ريت يا جماعة نكمل. طب احنا هنرجع تاني. واضح ان الجزئية اللي فاتت ما عندكوش فيها مشكلة، او حتى مثلا عندها مشاكل، مش عارفة هي مشاكل خاصة بإيه بالظبط يعني، مش فاهمة. هل في ناس مش عاوزة تكمل؟ اللي مش عاوز يكمل أوكي، مفيش مشاكل. لو هو ما عندوش خلفية كاملة، والناس اللي عاوزة تكمل ولو لقيت الموضوع صعب بعد كده تبقى تشوف يعني. الموضوع متوقف على كل واحد. ماشي أوكي. طيب يا جماعة نكمل الجزئية الخاصة بينا. طيب اول حاجه نتعرف عليها، هنتعرف على الجي اس بي. والجي اس بي هو سيرفر سايد بروجرامينج. الجي اس بي ده لغه بترن، برنامج بيرن على السيرفر، وبتخلينا ان احنا بتمكننا ان احنا نبني دايناميك ويب بيج وابلكيشن. هو بيتيح لنا ان احنا نعمل دايناميك، يعني صفحات متغيره ومتجدده، بعكس ال HTML بتعمل صفحات. كلنا بنعمل صفحات بال HTML، وبترن على النت، وبترن على براوزر، وكل حاجة في الدنيا، بس بتكون حد كبير متغير. ممكن برضو في حد يقول لي لا، بس خلي صفحات تكون متغيرة ال HTML. ماشي، بس ما بتقدرش تكونكت على database، ما بتقدرش تخزن داتا. كل ده مش من امكانيات اي صفحات استاتيك. عندنا الجي اس بي هو جافا سيرفر بيج، ده الاختصار بتاعها. وبنقول ان هو سيرفر سايد بروجرامنج، هو بيرن على السيرفر وبتخلينا نقدر نبني صفحات دايناميك وابلكيشن دايناميك. وده من خلال ان احنا بنعمل بندخل بنكتب جافا جوه ال HTML و او ال DHTML. ماشي، دي الجي اس بي، ده تعريف مبسط للجي اس بي. طيب بالبلدي كده بالعادي يعني بنقول ان احنا بنحط تو بوت جافا انسايد اتش تي ام ال. يعني الجي اس بي اصلها اتش تي ام ال، ماشي، بنكتب جواها جافا. ماشي، الناس اللي لسه جديده في الجافا او في الجي اس بي ممكن يعملوا ايه؟ يجيبوا، بنجيب اتش تي ام ال وبنغير الاكستند بتاعها الجي اس بي، وكده خلاص بقت ايه؟
جي اس بي، ممكن ترن كانها جي اس بي يعني، وده يعني عشان للمبتدئين يعني حاجه جديده كانه عمل جي اس بي، بس هي اساس الجي اس بي ان هو اتش تي ام ال وبحط جواه جافا. طيب هو جي اس بي دي تعريفات مختلفة، يمكن انا بحب الناس تبقى عندها خلفية كاملة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هو تكست بيزد ديكومنت بتريتيرن دايناميك كونتنت تو كلاينت براوزر، هي بترجع لي داتا متغيرة وبتحتوي على حاجتين. صفحة الجي اس بي دي فيها حاجتين، فيها ستاتيك كونتنت اللي هي الاتش تي ام ال والاكس ام ال، وفيها دايناميك اللي هي بروجرامنج كود، وده عبارة عن الكاستم تاجز والجافا بينز. الكاستم تاجز والجافا بينز طيب الناس اللي بتستخدم جي اس بي، يعني احنا عاوزين نعرف ايه الهدف ان انا استخدم جي اس بي. الجي اس بي بيخليني اركز بس على البرزنتيشن، يعني احنا قدام بعد شويه كده هنقول ان الجي اس بي ده هو بيخليني اعرض الداتا، اعرض الداتا يعني البرزنتيشن او الفيو بتاعتي هي جي اس بي. طيب البيزنس لوجيك اول حاجه الكود الاكواد الاساسيه بتكون في الجافا بينز وبتكون في الاي جي بي، تمام. طيب البرزنتيشن ده يا اما بيكون عباره عن اتش تي ام ال او اكس ام ال، تمام، او اكس اس ال تي. طب البيزنس لوجيك ده بيكون في الجافا بينز، وده من خلال ايه؟ الكاستم تاجز بنستعين بيه، يعني انا بستعين بالكاستم تاجز دي جوه الجي اس بي، لكن مش بكتب بيزنس لوجيك جوه الجي اس بي، انا بستعين بيها بس، بيبقى عندي اشاره ليها يعني، ماشي. طيب بستخدم ليه الجي اس بي؟ عشان اعمل سيبريشن بتوين البيزنس لوجيك واعمل سيبريشن للبرزنتيشن، ده بعيد عن ده ليه شغلانته وده ليه شغلانته. طيب بتخليني ان انا اقدر استخدمها، وطبعا بيخليني اقدر اعمل صيانه جيده للموضوع ده، يعني انا لو عملت جي اس بي عملت سبريت للجي اس بي عن ال عملت سبريت للبيزنس لوجيك عن البرزنتيشن، ده بيخليني اقدر استخدم الحاجات دي تاني وفي نفس الوقت اقدر اعمل لها صيانه، تمام. بنقول ان احنا طبعا هنستخدم الكاستم تاجز داخل في خلال الكورس، وبنقول ان الجي اس بي اساسها سيرفلس تكنولوجي. يمكن كنت شايفه حد من شويه كاتب ان الجي اس بي امتداد للسيرفلت. هو الجي اس بي في حقيقته لما بيكمبايل بنعمل بيتحول لسيرفلت، يعني الجي اس بي اصله سيرفلت، تمام. طيب الفايده بتاعت الجي اس بي، الفايده ان انا ببعد اللوجيك عن الشكل العرض، او ببعد البيزنس لوجيك عن العرض، بيخليني اخلي الدنيا سهله، بسمبليفاي ديفلوبمنت، بستخدم بس الجافا بينز والكاستم تاجز، بيساعدني على ان انا استخدم بعض الكومبوننت مره تانية. اول ما بخلص الصفحه بتروكومبايل لوحدها، وهو بلاتفورم اندبندنت، يعني مش معتمد على اي بلاتفورم. طيب كده اتعرفنا على الجي اس بي. حد عنده مشكله خاصه بالجي اس بي؟ لو في حد عنده مشكله يكتب. انتوا قافلين عليه مش شات؟ في عملي اكيد. في عملي، مش في الجي اس بي. تطبيق، ماشي. احنا بس اول يا جماعه النهارده اول محاضره، يمكن اول محاضرتين احنا كاتبين انهم انترودكشن وهيكونوا نظري شويه. يعني جي اس بي، ما معنى الجي اس بي؟ جافا سيرفر بيج. لا، جافا سيرفر بيج. الكاستم تاجز دي كاستمز هنستخدمها، حاجات تاجات
تاجات هتبقى جاهزة واحنا نستخدمها، نستخدمها عشان نستخدم الجافا بينز من خلالها، هناخدها خلال الكورس بإذن الله. لا ويندوز لا خالص، ملناش دعوة خالص يعني. اي ويب ابليكيشن. السلام عليكم. جي اس بي يعني بين بتستخدم لاستدعاء الكود بالظبط. ماشي يا سير، صحي منه. ماله بقى، ماله السلايدز؟ جافا بينز لا، ممكن نعمل تاجات خاصة بينا. بس حاجة دي ادفانسد يعني بالويب بالظبط. الكورس ده خاص بالويب. هل هي لغة قائمة بذاتها؟ هي مين اللي لغة قائمة بذاتها؟ الجي اس بي. الجي اس بي جزئية، جزئية من الكورس اللي احنا بناخده. يعني مش لغة، ما نقدرش نقول ان هي لغة، هي جافا يعني. هي لغة، هي جافا. جي اس بي جافا سيرفر بيج. هنستخدم الام في سي. الام في سي شايفه الناس عندها خلفيات جامده يعني. السلايدز مرفوعه، اعتقد انها مرفوعه، اعتقد ان السلايدز مرفوعه موجوده يعني، موجوده السلايدز هيتم رفعها. سيرفر نعمل ايه؟ مفيش احسن، كل يعني كل الدنيا شغاله، بس احنا هنستخدم النت بينز، هنستخدم النت بينز والاباتشي. الجافا بينز لا، لكن الجي اس اف والويب سيرفيس لا. الكتب كتير يعني، في كتاب اسمه كور سيرفلت، في كتاب هيد فيرست سيرفلت، كل دي هيد فيرست جي اس بي وسيرفلت، كل الكتب دي ما فيش مشكلة خالص يعني. الكتب، الناس اللي بتسأل على الكتب، شايفة الناس متحمسة جدا، وممكن لو الناس مبتدئة ترجع للتوتوريال جي تو اي اي توتوريال، هتساعدك كتير يعني. كتاب بالعربي، بالعربي لا، الحقيقة انا ما اعرفش كتب بالعربي، مش يعني مش ما اعرفش يعني، ما اعرفش كتب خاصة بالجافا اي اي باللغة العربية. وانا افضل يعني لو انت ناوي تكمل في الموضوع ده، يا ريت ما تقرا يعني، اقرا كتب اجنبي، كتب بالانجليزي بالظبط. يعني الناس مش عارفه نقرا بالعربي، لان حتى يعني حتى الكلمات هتبقى هتلاقيها مكتوبه كده، انت مش هتعرفها يعني، مش هتعرف ازاي يعني، مش هيوصل لك مضمونها يعني. تمام. طيب في حاجه في الجزئيه الخاصه باللي احنا كتبناها قبل كده، شايفه الناس بتكتب برضو حاجات خارج اللي احنا بنتكلم فيه، مش عارفه ليه. لو في حد خاص عنده مشكله في اللي احنا قلناه يكتب. الناس اللي عارفة كل حاجة ما تكتبش طبعا يعني، الناس الشاطرة لا، مفيش حد عنده مشاكل. طب نكمل. طيب السيرفلت بقى، احنا دلوقتي من شوية سلايدز مرفوعة على الايفنت. اوكي طيب، من شوية اتعرفنا على الجي اس بي. احنا قلنا، احنا بنقول ان الجي اس بي دي اتعرفنا عليها، ودي جزئية من الجهات اللي احنا هنتعرف عليها بتعمق جوه الكورس. طب عايزين نعرف ايه هو الكورس؟ الكونتينر. ما العلاقة بين الويب سيرفر والكونتينر ويب؟ طيب تمام، العلاقة بين الويب سيرفر والكونتينر، احنا قلنا من شوية يا جماعة ان الويب كونتينر هو عبارة عن المدير المسؤول، القائم بالأعمال يعني، هو الوسيط ما بين، هو اللي بيهندل الدنيا، هو اللي بيقوم بإدارة حياة الناس اللي موجودة، هو شؤون العاملين، هو اللي هيهندل كل الحاجات اللي موجودة عشان السيرفر ياخد الحاجة ويبعتها لليوزر. تمام. يعني الويب كونتينر ده المحرك الرئيسي لكل اللي بيحصل على الويب سيرفر. ديسك مانجر. اوكي تمام، وصلت وصلت. اوكي طيب، يا ريت بقى نرجع نسيب الشات، نسيب الشات ونرجع تاني للي احنا بناخده. اوكي ماشي. طيب هنتعرف بقى دلوقتي على السيرفلت. يعني ايه السيرفلت؟ السيرفلت ده الجزئيه الثانيه اللي احنا هناخدها بتعمق بره. السيرفلت ده هو جافا بروجرامنج لانجويج، جافا بروجرامنج لانجويج، وده كلاس. كلاس دي يا جماعه معلش، هي الناس اللي مش عارفه جافا، احنا عندنا الكود اللي بنكتبه جوه صفحه هو اسمه كلاس. تمام. وهي السيرفلت دي بتستمد خصائصها من السيرفرز.
بيستمد خصائصها من السيرفر. وقلنا من شويه ان انا باكسس السيرفلت ده من خلال مين؟ من خلال ريكويست وريسبونس ميثودز. يبقى السيرفلت هو عباره عن بروجرامنج لانجويج كلاس، هو كلاس عاديه، وهو يعني عنده مهارات اضافيه واخدها من مين؟ من السيرفر. عنده مهارات من السيرفر، وهو بيمكن استخدامه او يمكن الوصول اليه من خلال الريكوست والريسبونس ميثودز. طيب what is servlet؟ جافا اوبجكت. طيب اوبجكت، كلمه اوبجكت، اوبجكت يا جماعه عارفين فكره مكنه التصوير، كلنا عندنا خلفيه عن مكنه التصوير. في الجافا بنعمل حاجه اسمها النسخه الاصليه اللي هي الكلاس، النسخه الاصليه الكلاس، والاوبجكت دي هي الكوبي منها، يعني هي نسخه طبق الاصل من الكلاس. طيب نتخيل كده كلنا كده، لو احنا عندنا ورقه واحده اصل واحد وكلنا بنستخدمه، ده ينفع؟ لا مش هينفع. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل حاجه اسمها اوبجكت او نسخ، تمام؟ يبقى اي كلاس عندي موجوده في الجافا بنعمل لها اوبجكت. ماشي؟ السيرفلت ده هو عباره عن كلاس قلنا من شويه، يعني في نسخه اصليه وممكن اعمل منها صور. الصور دي هي الاوبجكت اللي عندي. معلش انا بقى بقول القصه دي عشان في ناس ما عندهاش خلفيه بالجافا، فبالتالي فانا بوضح شويه الجزئيه دي. طيب ار بيزد اون سيرفلت فريم ورك اند اي بي اي، طبعا بتستمد كل خصائصها من الاي بي اي و ال اتش تي تي بي الخاصه بالسيرفر. يعني قلنا من شويه ان هي بتستمد بعض الخصائص والمميزات من السيرفر، عندها امكانيات صلاحيات من السيرفر. وده هنشوفه في الريكوست وفي الريسبونس، لان السيرفر بيقبل اتش تي تي بي ريكوست و اتش تي تي بي ريسبونس. ماشي؟ طيب السيرفر دي هي اللي بعد شويه هنشوفها، هي اللي بتمانج، بتاخد اوامرها من الكونتينر اللي احنا قلنا عليه من شويه وتبدا تدور. يعني هي بعد الكونتينر على طول، هي مدير اعمال الكونتينر بقى يقول للسيرفلت انا عاوز الحاجه الفلانيه، يبعت لها الريكست بقى. يعني اول ما الريكوست بيروح للكونتينر، الكونتينر يروح ايه مكلف حد بيه، يقول فلان ده السيرفلت الفلاني ده هو اللي هيقدر يرد على السؤال ده، يبعت للسيرفلت يقول له انت عندك الاجابه للسؤال ده، لو كانت عنده يبعتها له، طب مش عنده ممكن يبقى السيرفلت ده يقول له لا ده الاجابه دي مش عندي، الاجابه دي عند الموظف الفلاني عند السيرفلت الثاني. اوكي تاني، نقول تاني، هقول الحته دي تاني. السيرفلت هو جافا اوبجكت كلاس عاديه زي ما احنا قلنا من شويه، بتستمد بعض الخصائص من السيرفر. ماشي؟ طيب السيرفلت ده بياخد، اول ما بيجي ريكويست للكونتينر ايه اللي بيحصل؟ الكونتينر بياخد الريكوست ده ويبدا يدور مين اللي هيجاوب على السؤال ده. طبعا ده الكلام ده بيتم في ثواني، يعني مش بيقعدوا يفكروا. يعني الكونتينر بيبعت السؤال يقول لا السيرفلت الفلاني هو اللي هيجاوب على السؤال ده، السيرفلت الفلاني هو اللي هيجاوب على السؤال ده. تمام؟ السيرفلت ده ياخد الريكوست ده يدور هيعرف يجاوب عليه، لو هيعرف يجاوب عليه او يدي اجابه خاصه بيه يروح بعت الاجابه دي، لو مش هيعرف يجاوب عليه يروح عامل ايه بقى؟ يروح بعته لحد تاني، بعته لحد تاني. طيب بنقول ان السيرفلت ده بيقدر يرن ان اول ميجر ويب سيرفر، ممكن يرن على اي نوع من السيرفرات وممكن يرن في اي بيئه عمل. ماشي؟ هو بلاتفورم اند سيرفر اندبندنت، يعني مش معتمد على سيرفر معين ولا معتمد على بلاتفورم معينه، ممكن يرن على اباتشي، ممكن يرن على جلاس فيش، ممكن يرن على ويندوز، ممكن يرن على اي نوع من البلاتفورم او السيرفرات. طيب ايه هي الفوائد الخاصه بالسيرفلت؟ طيب عندنا حاجة اسمها سي جي اي، ده هتشوفوها اللي هي كومن جيت واي انترفيس، والكومن جيت واي انترفيس دي مكتوبة بالسي او سي بلس بلس. بنقول ان عندها، ان السيرفلت عندها صلاحيات واسعة، عندها امكانيات عالية، ما عندهاش الليميتيشن بتاع السي جي اي. طبعا احنا مش هنتعرض ايه هي الليميتيشن بتاع السي جي اي،
بس بنقول ان السيرفر عندها صلاحيات عاليه. تمام، عندنا ان السيرفرات بتسبورت سيرفلت. السيرفرات قلنا من شويه عاطيه صلاحيات للسيرفلت، ودي حسنه من حسنات السيرفلت. عندنا بنقول ان السيرفلت عندها امكانيه ان هي تاكسس الاي بي اي الخاصه بالجافا، تاكسس كل الحاجات الخاصه، الامكانيات الخاصه بالجافا، اللايبراريز الخاصه بالجافا. السيرفلت ريالبل يعني يمكن الاعتماد عليها، عندها بيتر بيرفورمانس يعني عندها اداء عالي، عندها امكانيه انها ترن في اي مكان، مش معتمد على سيرفر معين، مش معتمد على بلاتفورم معينه، وسكيور. تمام، اول عندها اوتوماتيك ريلودنج، مش محتاجه ان هي حد يعمل لها ريلود، لا هي عندها اوتوماتيك ريلودنج. تمام، كل دي مميزات السيرفلت. يمكن يا جماعه معلش النهارده هيبقى في نظري شويه كتير عشان الناس تبقى عارفه الدنيا ماشيه ازاي. معرفش انا بحب ان الامور تبقى واضحه من الاول. انا باخد ليه جي اس بي؟ ليه باخد سيرفلت؟ ليه عاوزه؟ ليه بعرف المميزات بتاعتها؟ تمام. وهنا جايب لي مقارنه ما بين السي جي اي والسيرفلت. السي جي اي والكومن جيت واي انترفيس دي مكتوبه بلغه السي والسي بلس بلس، او الفيجوال بيزك او البريل، كل دي اللغات المكتوبه بيها اللي هي الكومن جيت واي انترفيس. بيقول ان هي ديفيكالت تو مينتين، مش سهل ان انا اعمل لها مينتيننس، مش سهل ان انا اعمل لها مانجمنت. السكيورتي بتاعتها مش عندها مشاكل، عندها مش فعاله بالقدر الكافي. بلاتفورم اند ابلكيشن سبيسيفيك، مخصصه انها ترن على بلاتفورم معينه، ومخصصه انها ترن في ابلكيشنز معينه. بالنسبه للسيرفلت، السيرفلت هو مكتوب بالجافا، مكتوب بالجافا، باورفول قوي يمكن الاعتماد عليه، عندنا امكانيه ان استخدامه لانه هو بيعتمد على الكومبوننت بيز، وهو بلاتفورم اندبندنت وبورتابل، محمول وممكن استخدامه برن مكان على اي بلاتفورم وعلى اي ويب سيرفر. طيب جايب لي هنا مقارنه كمان ما بين السيرفلت والجي اس بي. بنقول السيرفلت عشان برضو نوضح الامور، ايه الفرق بين السيرفلت والجي اس بي؟ احنا من شويه قلنا يا جماعه الجي اس بي اساسها يعني هي لما بنعمل لها ريكومبايل هي بترجع للسيرفلت، هي اساسا هي سيرفلت، يعني الجي اس بي في الاصل سيرفلت ماشي، بس الجي اس بي عباره عن اتش تي ام ال جواه جافا، الاتش تي ام ال مكتوب جواه جافا ماشي. طيب العكس بقى، السيرفلت ممكن اكتب اتش تي ام ال كود ان جافا، ممكن اكتب جوه الجافا اتش تي ام ال، يعني الجي اس بي عكس السيرفلت، وده مش مفضل، يعني مش مفضل ان انا اكتب اتش تي ام ال جوه السيرفلت عشان احول الصفحه دي لجي اس بي، مش مفضل، مفضل ان انا اسيب السيرفلت لوحده والجي اس بي كما هو. يبقى الجي اس بي تعرفنا هي عباره عن اتش تي ام ال مكتوب جواها كود جافا. ال HTML سيرفلت بقى هو عباره عن HTML جواه جافا، بس انا مش بفضل ان انا اكتب HTML جوه الجافا. السيرفلت ممكن اني فورم اوف داتا، ممكن اعمل اي نوع من الداتا ما فيش مشاكل. عندي الجي اس بي طبعا سهله، وممكن اسكومبايلد من شويه قلنا ان السيرفلت ممكن ان انا تتحول لسيرفلت، يعني اول ما بعمل كومبايل للجي اس بي بتتحول لسيرفلت. طيب امتى بستخدم السيرفلت عن الجي اس بي؟ يعني امتى اقول لا انا مش هستخدم جي اس بي النهارده، انا هستخدم سيرفلت؟ لو انا عاوز استفيد من امكانيات الويب سيرفر واستفيد من امكانيات الويب سيرفر اكتب سيرفلت ماشي. لو عاوز اكتب حاجه ما فيهاش اتش تي ام ال استخدم سيرفلت. لو انا عاوزه اكتب اعمل جرافيكس او شارتس
عاوز ارجع لليوزر اي نوع من انواع الداتا دي بستخدم السيرفلت. ماشي، بنقول زي ما قلت لكم شويه مش مفضل ان انا استخدم ال HTML ان انا استرجعه من خلال السيرفلت، يعني مش مفضل ان انا استخدم السيرفلت ان انا انشئ بيه جي اس بي سوري HTML. يعني انا ممكن اعمل صفحه HTML بالسيرفلت، ممكن، ماشي، ممكن اعمل صفحه HTML اجهز صفحه كده من خلال السيرفلت، ده مش مفضل. تمام، طيب should I use servlet او جي اس بي؟ يا ترى انا المفروض استخدم السيرفلت ولا استخدم الجي اس بي؟ حد يرد على السؤال؟ في الحقيقه انا بستخدم الاثنين، في الحقيقه انا بستخدم الاثنين. يعني ايه بستخدم الاثنين؟ بستخدم حاجه اسمها الام في سي، ودي هنتعرف عليها، موديل فيو كنترولر، والموديل هو الخاص بالجافا بيج، والفيو الجي اس بي، والكنترولر اللي هو السيرفلت. ماشي، السيرفلت ده بيهندل الكنترول، والجي اس بي بتهندل الفيو، والموديل هو عباره عن جافا بين. الثلاث حاجات دول هنتعرف عليهم بالتفصيل وازاي نستخدمهم ده خلال الايام الجايه. طيب يبقى انا مش المفروض اقول ايه؟ لا انا هستخدم سيرفلت بس، لا انا هستخدم جي اس بي بس، لا ما ينفعش، عشان هستخدم الاثنين. طيب what does servlet do؟ بنقول طيب ايه هي مهام السيرفلت؟ السيرفلت ده بيعمل ايه؟ هو بيستقبل الكلاينت ريكويست، هو بتجيله اتش تي تي بي ريكويست، بيشوف المعلومات المهمه بياخدها منها، وبعدين بيجري حاجه اسمها بيزنس لوجيك. بعدين البيزنس لوجيك دي يعني ايه؟ ممكن ياكسس، يبعت يسال عن حاجه، يستفسر عن حاجه في الداتابيز، ممكن يبعت يبعت حاجه للاي جي بي. في حد من شويه كان بيقول ان الاي جي بي، معلش في السلايد مش مكتوبه صح، معلش انا اسفه، هي مكتوبه فعلا غلط، كاتبين جي مش جي، تمام، سوري يا جماعه. بنقول ان السيرفلت كمان بيكرييت وبيرسبونس للكلاينت، يبقى خلال الاتش تي بي بي ريسبونس. طب اوكي ماشي، هقرب المايك. طيب نقول تاني ايه هي مهام السيرفلت يا جماعه؟ السيرفلت بيقوم ان هو بيستقبل طلبات اليوزرز، بيستقبلها عباره عن ايه؟ اتش تي تي بي ريكوست. مين اللي بيبعتها له؟ قلنا الكونتينر. اول ما بياخد السؤال يبص على السؤال، ياخد منه بعض الداتا، يشوف السؤال ده هيقدر يجاوب عليه، لو هيقدر يجاوب عليه يبدا يجري بعض العمليات. يعني ايه؟ ممكن يتصل بالداتا بيس ياخد منها داتا، يبعت الاي جي بي ياخد منه داتا، تمام. بعدين بيكريت، اول ما الداتا عنده جهزت يبعت يجهز، يبقى خلاص بقى عنده داتا، يبدا يجهز الداتا دي في شكل ايه؟ ريسبونس. اول ما يجهزها ريسبونس، يجهزها في شكل اتش تي تي بي ريسبونس، يبعت الداتا دي لمين بقى؟ يبعتها للكونتينر. طب لو ما عندوش الداتا، قلنا من شويه انه بيعمل ايه؟ يقول للكونتينر ما عنديش، فيبعته لحد تاني، لاي جي اس بي او سيرفلت. ماشي، دي المهام اللي بيقوم بيها السيرفلت. طيب مرينا على حاجه برضو اسمها ريكويست والريسبونس. الريكويست والريسبونس هي عباره عن الاسئله والاجابات اللي بيتلقاها السيرفر والسيرفلت، والريكويست ده عباره عن المعلومات بيبعتها الكلاينت للسيرفر، مين، وبيبقى فيه داتا معينه، مين اللي بعت الريكويست ده، ايه الداتا اللي هو عاوزها، ايه ال HTTP header، الريسبونس دي ايه هي الريسبونس دي، هل هي عباره عن HTML، هل هي عباره عن ايمج، بيبعت له الكوكي وبيبعت له الهيدر، كل ده بيتبعت في الريسبونس. طبعا ده من خلال صفحه ال HTML، الحاجات دي بتبقى فوق. Why use GEE؟ طيب يا جماعة في حد عنده مشكلة في اللي احنا قلناه من شوية؟ لو في حد عنده مشكلة يقول لنا، معلش يا جماعة أنا غلبتكم، ممكن نفتح الشات لو في حد عنده مشكلة يقول، الناس اللي ما عندهاش مشاكل ما تقولش، طبعا خلاص للأسف فاتني شوية، لا خلاص الناس اللي فاتتها شوية مش مشكلة، يعني هو برضو
احنا بنقول دي تعريفات، والتعريفات دي يمكن احنا قلنا صورة، الصورة كاملة فوق في الصور، يعني اللي فهم الصور خلاص هو بالنسبة له الجزئية المهمة. الجزئية المهمة احنا خلاص قلناها في الصور، يعني مش المهمة، الصورة الواضحة قلناها في الصور، والباقي ده عبارة عن توضيحات للصور، يعني توضيحات بمفاهيم علمية. يعني ممكن استعمل ام في سي بدون، هل هذه المحاضرة الأولى؟ دي المحاضرة الأولى. ام في سي من غير سيرفت وجي اس بي، قول لنا انت يعني، او قول لنا، مش عارفة اسمك ايه او اسمك ايه، يا ريت تقول لنا ممكن تستخدمها ولا لا، هتستخدمها ازاي وفين يعني. هو بيتعامل مع اتش تي ام ال، قول لي مين هو، يا ريت. الصور، الصور فوق في السلايس في الاولانيه. سأل على ايه السيرفرت محتاجة عشان استخدمه؟ معلش ممكن مثال على ايه هي مميزات السيرفر؟ مش فاهمة السؤال بتاع رامي، رامي رأفت. لا استخدامها احسن من السي بلس بلس، ما فيش يعني ما فيش حاجة اسمها احسن، مش عارفة يعني كلمة احسن ما بحبهاش، يعني كل لغة لها مميزاتها. ويمكن السي بلس بلس مبنية على الاوبجكت اورينتد، فبالتالي الجافا بتستمد قوتها برضو من السي بلس بلس، عندها فكرة الاوبجكت اورينتد يعني. فبلاش كلمة احسن، نقول ان كل لغة لها استخداماتها. مميزات السيرفر، مش عارفة يا رامي، مش برضو مش قادرة اوصل انت عاوز ايه يعني مميزات السيرفر. مثال، مثال الأمثلة المرة الجاية، يعني الناس اللي عايزة أمثلة احنا هندي الأمثلة المرة الجاية إن شاء الله، تبقى استخدامها أكتر. يعني أنا في مصر حاسة إن استخدام الـ EE مش كتير قوي، بس هو الـ EE لغة، الجافا عموما لغة جامدة وقوية ومستخدمة على مستوى العالم كله، معروفة يعني. السيرفر اللي بنستخدم فيه، كل السيرفرات بنستخدم فيه سيرفلت يا جماعة. الاباتشي، الاباتشي احنا هنشتغل على الاباتشي. ماشي، شكرا، شكرا للي وضح السؤال يعني. عليكم السلام. طيب في حد تاني عنده مشكلة؟ الصور مرة ثانية، ماشي ما فيش مشكلة. استخدم يعني بالضرورة، طبعا لا يعني. الاباتشي، اي بلاتفورم. طيب الناس اللي كانت عايزة الصور، هناخد بصة بس على الصور كده، نبص على الصور. دي الصور اللي احنا عرضناها في الأول خالص، وهي عرض الدنيا ماشية ازاي. ودي يمكن الصورة، أول صورة شفناها متعلقة باللي احنا بنتكلم عليه. ماشي مفيش مشاكل، هو يمكن برضو حاجة ظريفة ان احنا نعرض الصور تاني بعد ما قلنا القصة من الأول، على أساس ان الناس تكون عندها خلفية يعني. تمام، الصور اللي قدامنا هي بتقول اللي بيحصل، اليوزر ازاي بيبعت الريكوست للسيرفر، وازاي السيرفر بيتعامل مع الريكوست ده، يا اما بيجيب له الداتا او ان هو بيبعت له نوت ساوند. تمام، وقلنا ان السيرفر والبراوزر لازم يتكلموا HTML، ولازم يعرفوا البروتوكول HTTP، وهو وسيلة الوصلات ما بين الاثنين. ماشي، وقلنا برضو ان ال HTTP
ريكوست هو ده الشكل الرسمي اللي احنا هنتعامل معاه، والاتش تي تي بي ريسبونس هو ده الشكل الرسمي اللي احنا هنتعامل معاه، وقلنا ده الشكل يو ار ال ده الخاص. اليو ار ال ده هو الخاص ازاي اليوزر بيبعت الريكوست للسيرفر. ماشي، انا عايزه دلوقتي قبل ما نكمل عايزه اقول ان من الحاجات اللي عاوزين ناكد عليها ازاي انزل النيت بينز، وازاي انزل اسطبه، ازاي اسطبه على الكمبيوتر عندي، وازاي انزله من جوجل. الاول بكتب نيت بينز 7، بيجيني نيت بينز، صفحه النيت بينز، بختار منها الخاص بالاي اي، الجزئيه الخاصه، لان النيت بينز فيه امكانيات على لغات متعدده يعني، فانا بختار الاي اي، مش بختار اي حاجه غير الاي اي. بعدين قبل بعد ما بنزله، بنزل السوفت وير ده نيت بينز، بختار بنزل بقى الجي دي كي، ولازم الجي دي كي هي الادوات المساعده اللي بتخليني جافا ديفلوبمنت كيت، هي دي اللي هتخليني اكتب اي اي خاصة بالبرنامج اللي هتساعدني ان انا اكتب الويب ابلكيشن عندي. انا دلوقتي هنزل البرنامج ده عندي، هوريكم ازاي بينزل. هعمل شير دلوقتي وانا بسطب البرنامج، فيا ريت الناس تبص معايا ازاي البرنامج ينزل. اوكي، الشير كده مظبوط، الشير مظبوط. رابط تحميل، ثواني. طيب ماشي، الاول اول حاجه بنزل الجي دي كي عندي، هو جي دي كي 7 زي ما احنا شايفين، دبل كليك عليه بينزل على طول. معلش هو بياخد وقت شوية، بس احنا هنستحمل عشان نعرف ازاي بينزل. هننزل الجي دي، والجي دي كي ده مطلوب حتى وانا بشتغل اس اي، في الحالتين بنزل الجي دي كي. بعد ما بنزله يعني هياخد وقت، كل الناس شايفاه. واحد ده معناه ان الناس شايفاه صح؟ ماشي، اوكي ماشي. بعد كده الجي دي كي نزلت خلاص، هبدأ انزل النيت بينز، دبل كليك عليه بيبدأ يحمل زي ما احنا شايفين قدامنا. كنت شايف حد دلوقتي بيكتب عاوزين رابط التحميل. تمام، هجيب لكم الرابط دلوقتي، بس نخلص الشيرنج ده الأول. ماشي، هياخد يعني 5 دقايق كتير يعني. ماشي، زي ما احنا شايفين بتظهر قدامنا الشاشة دي. بعدين بضغط على نيكست، وهنا طبعا قبل كده بيقول لي المساحة المطلوبة، وبعدين طبعا باكسبت نيكست.
احنا مش عاوزة انستول دونت انستول جي يونت مش عايزاه. اوكي بعدين النكست ده بيقول لي المكان اللي هيتم تخزين البرنامج عليه او هيتسطب فين، يعني هو في بروجلس مفيش مشكلة. ولو حبيت اغير المكان بغيره من اي يعني لو بغير المكان الخاص بنت بينز او هغير المكان الخاص بجي دي كي لازم اغير الاثنين مع بعض عشان الاثنين مبنيين على بعض. طب بعدين نكست بيقول لي المساحة المطلوبة 564.3 ميجا بايت، دي مساحة البرنامج. وبعدين بقول له انستول فبيبدأ الانستليشن، بنسيبه ينستول مع نفسه يعني. وبعدين بنرجع احنا الناس اللي كانت عايزة ستوب شيرينج خلاص كده يعني احنا مبدئيا احنا كده قدرنا ننزل البرنامج، ولما ينزل خلاص هوريه لحضراتكم هو شغال ازاي. هو طيب اللينكس الخاصة بالبرنامج بدخل على جوجل عادي، ممكن الناس تدخل بس عشان معلش عشان الشير عندكم او عشان الدنيا ما تتأثرش الغرفة ما تتأثرش. انا هحاول اجيب لكم روابط وابعتها عشان الغرفة. الموضوع سهل، انت لو دخلت على جوجل كتبت له نت بينز 7 وكتبت الجي دي كي 7 هينزل يعني هتلاقي الروابط بتاعتها وسهلة يعني. وكنت شايفة حد كاتب نت بينز دوت اورج هو مظبوط هو صح كده يعني. الدعم الفني مظبوط ده الجي دي كي. ده الرابط الخاص والجي دي كي ثواني انا هجيبه لكم برضو. بالظبط كده يعني هي عندي الجي دي كي وعندكم النيت بينز. في حد بيقول لي عملتي مشاريع بالجي اس بي؟ لا ما عملتش. يعني ايه السؤال ده؟ عملت مشاريع بالجي اس بي ايوه. والجي دي كي في حد تاني كمان بعت اللينك ليه. تمام شكرا يا جماعه الناس بنشكر الناس. بس بأكد على واحنا بننزل الجافا بنزل خاصة بالاي اي وهو البرنامج عندي بينزل اهو اول ما ينزل هوريه لكم. ماشي يا جماعة نرجع تاني للسلايد بتاعتنا ويمكن كده احنا خلاص قربنا نخلص ووصلنا ل 45 اللي هي بتقول هو يوز جي اي اي احنا ليه بنستخدم الاي اي عشان نديفلوب بيها الويب ابلكيشن. وبنقول احنا ليه ما خدناش اي نوع تاني من اللغات. الحاجات البسيطه ار اوريدي امبلمنتد يعني ايه؟ يعني في حاجات كتير وانت بتشتغل هتلاقيها موجوده في الاي اي جاهزه مش محتاجه ان انت تتعب. فعشان كده احنا بنختار الاي اي. ماشي ايه كمان بنقول ان الاي اي بتروح عامله ايه بتاخد اللو ليفل سيرفر دي وتبعدها عن الابلكيشن لوجيك يعني بتوفر عليا بتخلي الحاجات البسيطه السهله اللي هي محتاجه جهد بسيط بتبعدها تماما عن الابلكيشن او الكود بتاعي. فبالتالي انت بتسيف التايم عندك نزمة بتسيف لك التايم. اوكي طيب عندنا الاي اي كمان ويل دوكيومنتد اند اندرستود يعني ايه؟ يعني الاي اي دي لغه عندها توثيق جيد جدا وهي لغه مفهومه تمام. فبالتالي احنا يعني
بنستخدمها، هي لغة موثقة جيدا ولغة مفهومة، فبالتالي مش محتاج ان انا ألجأ للغة غيرها. تمام، بنقول ان الاي اي ستاندر هي لغة معيارية وممكن اعتمد عليها في ان انا اديفلوب وادبلوي البرامج بتاعتي، بتخليني اوفر التكلفة وبتخليني اوفر الوقت، والابليكيشنز بتاعتها يعني عندها مدى عمري طويل يعني. اوكي، عنده فلكسبيليتي، بنقول الاي اي عندها فلكسبيليتي عالية. تمام، ممكن ان انت تستخدمها على اي ويب ابليكيشن، ممكن ان انت تستخدمها على اي بلاتفورم، فالحاجات دي يعني بتديني امكانية حاجة بتستخدمها في اي مكان. ده شيء رائع ان انا استخدم الحاجات دي اللي هي مش محتاجة، مش بتكلفني بلاتفورم معينة، مش بتكلفني سيرفرات معينة، مش بتكلفني اي شيء غير اللي في امكانياتي، كمان بتوفر لي الوقت. تمام، عندنا الاي بي اي الخاصة بالاي اي والديكومنتد، الاي بي اي موجودة كويس جدا، برضو هيوفر لي كتير من الوقت. الاي بي اي دي هتساعدني كمان وانا بشتغل. تمام، ودي اخر سلايد عندنا. بتمنى ان النهارده تكونوا قدرتوا تستفيدوا بعض الشيء مني. بتمنى الناس تعرف تسطب البرنامج، احنا خلاص البرنامج عندنا بيتسطب، واحنا ممكن نفتح الشات شويه قبل ما البرنامج ينزل واوريكم يعني فكره عامه عنه، والمره الجايه باذن الله نقدر نستخدمه. يمكن الرابط عندكم الخاصة بالبرنامج وخاصة بالجي دي كي، بقول للمرة التانية ان انا لازم انزل الجي دي كي الاول وبعدين انزل النيت بينز، لان لو انا نزلت النيت بينز من غير الجي دي كي مش هينزل، مش هيتسطب عندي، هيبقى عندي مشكلة هيقول لي انت ما عندكش جي دي كي. تمام، لو في حد عنده اي تعليق ممكن نكتبه، ممكن نعمل اسئلة. بس قبل ما اعمل اسئله انا هقول احنا خدنا ايه النهارده او اتكلمنا في ايه. احنا النهارده اتكلمنا في المفاهيم العامه للاي اي، النهارده قدرنا نتعرف على الويب سيرفر والويب الويب كونتينر الويب براوزر، خدنا الويب كونتينر ايه هي وظائف الويب كونتينر، ايه هي اهميه الويب ابلكيشن، اتعرفنا على سيرفلت، اتعرفنا على الجي اس بي، يعني قدرنا نعرف امتى بستخدم الجي اس بي، امتى بستخدم السيرفلت، ايه اهميه السيرفر والكونتينر والويب براوزر. يمكن اتفرجنا مع بعض على الصور برضو، تطرقنا يعني ايه معنى ستاتيك ويب بيج، ويعني ايه دايناميك ويب بيج، برضو سمعنا عن حاجه اسمها اتش تي تي بي و اتش تي ام ال، كل الحاجات دي تناولناها في المحاضره بتاعتنا. في نهاية المحاضرة كمان نزلنا السوفت وير الخاص بالنيت بينز والجي دي كي. لو في حد من حضراتكم عنده أي أسئلة ممكن نفتح الشات ونقول إيه هي الأسئلة، يمكن نقدر نجاوب عليها. بيعلي وينخفض أثناء التسطيب الجي دي كي. طب تمام، في قواعد البيانات. صح، ما مظبوط، الناس اللي بتقول ان احنا المفروض يبقى عندنا خلفيه في قواعد البيانات. بس يعني بص هقول لك على حاجه، احنا ممكن يعني ندي مره كده ايه هي قواعد البيانات. 53، لا سوري، حجم البرنامج 500. بس نغير ميعاد السبت الناس عشان في وقت بيكون عندي كورس سي بلس. هي المشكله في حاجه ان انا لو غيرت ميعاد الكورس لحضرتك هتلاقي برضو خمسه تانيين بيقولوا ان في ميعاد متضارب معاهم، فمش عارفه والله يعني حضرتك ممكن ما حضرتك ممكن مش عارفه تسمعها بعدين، يعني مش شرط تسمعها في وقت المحاضره. مش كده في الجافا كلاسات بيكون بدري ساعة؟ بس ماشي، هو بدري ساعة دي
ما فيش مشاكل. طب هننسق ونقول لحضرتك يعني، نبقى نعلن يعني، لو في لو كان في بدري شوية نقول اوكي، بس مش عارفة الصراحة. يعني الناس اللي بتقول ان احنا نغير الميعاد او ان احنا نبدر ساعة، انا ما عنديش خلفية بصراحة بالجزئية دي، مش قادرة احدد دلوقتي، بسبب اخاف اغير الميعاد وافاجئ بان الناس تانيين بتقول لا انا مش عاجبني الميعاد ده، بدري ساعة هيبقى صعب. اه بالظبط كده، في ناس بتقول ان بدري ساعة هيبقى صعب. تمام. طب معلش يا جماعة، بصوا هنقول على حاجة. طيب الناس اللي عندها مشكلة في الميعاد ممكن تسمع يعني، تاخد المحاضرة وبعدين تسمعها. اوكي بالظبط كده، زي ما كتبوا ان لو في تعديل في الميعاد هنكتب ميعاد السبت بس. ماشي اوكي. طيب ماشي يا جماعة، يعني هنفكر في هذا عن طريق جافا. شو استخدم اس اي اس اي، الناس اللي عاوزه تعمل ويندوز بقى والناس تعمل برامج كده. اس اي طيب. في حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه النهارده؟ ما فيش حد عنده مشكله يعني بقى. طب حد يكتب لنا بقى يعني ايه اس اي، يعني ايه جافا اس اي، بنستخدم ايه بنستخدم بنستخدم الجافا اس اي في ايه؟ يلا نشوف الناس بقى. الناس يعني فهمت ولا ايه؟ فينش. بستخدم في ايه الاس سي السلايدز بليز ستاندر اديشن. تمام، بستخدمها في ايه السلايدز؟ عشان نغش؟ لا ما فيش غش النهارده. ديسكتوب ابلكيشن مظبوط، هو ده حجم البرنامج يا جماعه، وهو ما بينزل حوالي بياخد 500. هذاك هو حجم البرنامج كام بالظبط؟ 218 ميجا. طيب معلش يا جماعه، طيب بسرعه كده، ممكن يقول لي حد يقول لي ميزه من مميزات الجي اس بي؟ انا دلوقتي هعمل برنامج لانه نزل. تمام افكت. تمام فلكسبل افكتيف. تمام. طب امتى استخدم رايت جافا كود ان اتش؟ برافو، مبسوطه من الكلمه دي، رايت جافا كود ان اتش تي ام ال بيج. بالظبط، هو اكواد جافا مكتوبه في الاتش تي ام ال. طيب حد يقول لي انا قلت جي اس بي بتستخدم ك، يكمل بقى زي ايه بستخدمها ك، قلتها في اخر حاجه خاصه بالجي اس بي. موديل فيو كنترولر، اختار واحدة من الثلاثة. الجي اس بي عبارة عن، عشان احمله اسمه كامل بليز، نت بيز فيو. بالظبط كده، فيور. تمام مظبوط. السيرفلت هو ايه بقى السيرفلت؟ حد يدينا مسمى للسيرفلت. اتنين بس اللي بيجاوبوا يا جماعة، ليه كده؟ السيرفلت موديل غلط، كنترولر صح. كنترولر مظبوط، كنترولر هي مظبوط. طب انت بطلق الموديل على مين بقى؟ الموديل بقوله على مين؟ امتى بقول موديل؟ بقوله على البين. بالظبط كده، الجافا بين. مفيش غير الار هو اللي بيجاوب صح بس يا جماعه، ار ورامي. يعني مش عارفه ليه كده، يعني داخل متاخر ماشي، بس برضه يعني شايفه انا عندي الاتندنس 53، اتنين بس اللي بيجاوبوا. شكرا. ليه كده يا جماعه؟ ليه يعني؟ طب حد يقول لي ليه انا بستخدم الاي اي جافا اي اي؟ مصطلحات جديده علينا. ماشي اوكي، بس يعني نفتكر حاجه، في ناس فاكره، هل الناس دي خدت الكورس قبل كده؟ يعني كهربا بتقطع وبتجي ويب ابلكيشن. لا مش بقول معناها، لا بقول ايه فايده ليه انا بستخدم الاي اي، ايه هي مميزاتها يعني. خدتش معلومات بلاتفورم اندبندنت. تمام. ايه كمان؟ لسه عاوز اعرف ايه كمان.
سكيور تمام. ايه كمان؟ لسه في ناس عندها معلومات اهو. طب كويس. لا عاوزه اكتر من كده. بلاتفورم اندبندنت ماشي، حد كتبها قبل كده. ويل دوكيمنت طيب. اه بالظبط ماشي. اكسس تو اول جافا لايبرز فلكسيبل. تمام تمام مظبوط كده يا جماعه. آه طيب يوز فور اور كلاينت. كل اللغات تستخدم لكل اوكي ماشي. طيب عاوزين نقول حاجه. طيب مين يفكرني سؤال من الصور؟ السيرفر بيبعت لليوزر، حد يكمل بيبعت له ايه؟ داتا ريسبونس. بنبعت له داتا ماشي، هي بنقول ريسبونس. بيبعت له ريسبونس ولا اتش تي تي بي ريسبونس؟ يا ريت الناس تكتب. غلط محمد المصري، غلط الإجابة، غلط. السيرفر بيبعت لليوزر ريسبونس، اتش تي تي بي ريسبونس. تمام. طيب ريكوست برضو غلط، مش ببعت ريكوست، بيبعت له اتش تي تي بي ريسبونس. تمام. طيب مين هو المسؤول، المدير الفني الخاص بالسيرفر؟ في تطبيق هنشتغل عليه ولا شرح الأساسيات النهارده؟ في شرح الأساسيات بس يا جماعة. مظبوط. والكونتينر. تمام. ويب كونتينر. تمام. الكونتينر هو المدير او المسؤول الفني. اللي قال السيرفلت، لا مش مظبوط. السيرفلت مش المدير الفني، السيرفلت هو مدير شؤون العاملين. الكونتينر. تمام. طيب ممكن حد يقول لنا بماذا تتفوق السيرفلت على باقي اللغات اللي هي الكومن جيت واي؟ ستوب شيرنج. لا احنا معلش يا جماعه، انا لسه هنشير البرنامج. بصوا معايا، هو البرنامج كده فينش. وببدأ بتظهر عندي ايقونه ليه على الديسك توب، بكليك عليها بيبدأ يفتح معايا. تمام. قبل ما يفتح حد يقول لنا ايه هو ران ان براوزر ايزي اوف يوز؟ ده مين مميزات، مين مميزات ده الشير؟ تمام تمام اوكي. طيب هو البرنامج نت بينز بيفتح معايا، نت بينز اي دي 7، وهو موجود معانا على الشاشه دلوقتي، ايزي اوف يوز. طيب حد قال لي الكلاينت، بطلق على ايه تاني غير الكلاينت؟ ممكن اطلق كلاينت، او ممكن اقول يوزر، ممكن اقول براوزر. طيب طب مين يقول لنا انواع من السيرفرات؟ حد يقول لنا نوع من انواع السيرفرات؟ اي بي ام، الويب سفير، اباتشي. تمام. كده عندنا الاي بي نت بينز فتح نت بينز، وهنا دي الصفحه الابتدائيه، وممكن من خلالها تاخد جوله وتتعرف. بيقول لنا ان هو بيسبورت الاس اي والاي اي والموبايل والبي اتش بي والسي والسي بلس بلس. ماشي. وهنا ممكن هنا الفايلز ودي هنتعامل معاها، وازاي نعمل بروجكت، ودي القوائم الاساسيه اللي هتعامل معاها. والهلب، الهلب يا جماعه فيها ديكومنتد خاصه بالتول دي، يعني ممكن تاخد معلومات كافيه عن النيت بينز من خلال الهلب. يعني ممكن حضراتكم المره الجايه تبقوا قاريين حاجات في الهلب دي، يعني ممكن تبصوا على الهلب وتبصوا على الكونتنت اللي فيها عشان تقدروا تتعاملوا مع النيت بينز. اوكي. النيت بينز تول سهله جدا، مش محتاجه اي معرفه، مش محتاجه ان احنا يعني ناكد عليها خالص او ان احنا نبص عليها. احنا طبعا هنتعرف عليها وهنعرف ازاي نستخدمها، بس انتوا عشان تتعرفوا عليها اكتر ممكن تبصوا على الهلب. على الهلب المره الجايه يمكن التاسك اللي عليكم ان انتوا هتنزلوا نت بينز من على النت، وان انتوا تسطبوه وتبداوا تتعرفوا ازاي تشتغلوا على نت بينز مع نفس كود التاسك اللي عليكم. مش عارفه بعرف اعمل ايه. الناس اللي بتقول محصله الكورس تعرف تعمل جي اس بي وتعمل سيرفرت وتكونكت على الداتا بيز من خلال الجي اس بي والسيرفرت باستخدام الجافا. مش عارفه بقى، يعني في ناس بتعلق تعليقات، انا مش حابه التعليقات دي الصراحه يعني. تمام. الناس اللي كاتبه اسامي السيرفرات بشكرهم. الناس تكتب لنا طيب اسامي البراوزرز، ايه هي اسامي البراوزرز اللي عندي؟ انا كده هستوب الشير.
المرة الجاية هنتعرف أكتر على الحاجات ازاي نستخدم النيت بينز، وهنرن عليه بقى يعني. جوجل كرومر، تمام. مش فاهمة فوزي بيقول ايه. جوجل كرومر كمان، فايرفوكس ماشي، اوبرا ماشي، كل ده تمام، كل تمام ماشي. حد يكتب لنا كده ايه اهم الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة. حد بقى منكم يكتب، نشوف يعني، عاوزة كل واحد فيكم يكتب الحاجات اللي هو قدر يستفيدها النهاردة. ايه الحاجة اللي انت قدرت تستفيدها جامد النهاردة؟ يعني اللي مثلا حاسس انه فاهم السيرفلت يكتب سيرفلت. What is web application؟ تمام. لا الناس يعني، انت فهمت الويب، الناس تكتب ايه الحاجات اللي هو فهمها. ال USB، شكرا، الف شكر الصراحة. شكرا، ماشي. تكنولوجي سيرفيت و جي اس بي، تمام. هو انا ايوز سيرفيت و جي اس بي، وايه هي الجي اس بي، ماشي. ايه كمان؟ مش عارفة، أنا حاسة إن ناس معينة هي اللي بتكتب والناس التانية لا مش بتكتب. ليه يعني 55 attendance؟ مش حاسة إن كل الناس دي بتكتب. سيرفلت، عرفت على السيرفلت، أوكي. سيرفلت أو جي اس بي، ماشي. application servers، ماشي. بتنسى بسرعة. ماشي، بس اكيد في معلومه يعني معينه لسه عارفها. الجي دي كي عرفتها. المره الجايه ان شاء الله هتحاول تفتكر وهتقدر تتواصل معانا. اي حاجه يعني، اي حاجه انت فاكرها يعني. طيب باقي الناس يا جماعه، باقي الناس اللي مش شايفه ناس بتكتب، خرجت وناس لسه جايه. ماشي، اوكي، ماشي يا جماعة. ال SE ال EE توري الناس إضافة ال GDK بالنسبة لل variable environment. يا ريت السلايس يترفع، السلايس هتترفع. الجافا بين، هو الجافا بين، الجافا بين يا جماعة هي كلاس عادية، كلاس جافا عادية، كلاس جافا عادية، وهنتطرق ليها لما نيجي عندها. هو بريك للصلاة، احنا خلاص اساسا خلصنا. الناس اللي بتطلب بريك للصلاة، احنا خلاص ده ميعاد محاضرتنا خلاص انتهى. هي كلاس بالظبط كده، هي كلاس. واحنا الجافا بروجرامر، الجافا معلش انا هرد على الجافا بروجرامر، هي الاس اي اللي هي بعمل بيها ديسك توب ابلكيشن. اوكي ماشي، في ماتيريال، في يعني هيبقى في كل مره باور بوينت يعني نوعا ما. انا بحب اوثق الحاجات اللي بناخدها عشان الناس تقدر ترجع لها تاني. الناس النظر يكون في وسط المحاضره يعني، ليه؟ ليه النظر يكون في وسط المحاضره؟ يعني مش فاهمه، معلش محمد المصري يقول لنا ليه ممكن النظر يكون في وسط المحاضرات؟ ان شاء الله هتترفع. اهو الدعم الفني بيقول لكم وات از اي جي بي بليز. الاي جي بي يعني دي حاجات خاصه، هي الاي جي بي يعني هي جزئيه متعلقه بالاي اي، بس احنا مش هنتطرق ليها. هي يعني هي خاصه اكتر بالداتا بيز، بالتعامل معاها اكتر، بس احنا مش هنتعرف عليها بالشكل الكافي. عايزين نعمل جروب للكورس، ده سؤال من الدعم الفني، هل هم عشان العملي اهم؟ يعني حضرتك بتقول ان احنا عاوزين النظري، اوكي، بس احنا انا ما اعرفش، انا هقول ان هيبقى في دمج ما بين العملي وبين النظري، هيبقى في جزئيه عملي وفي جزء نظري. قبل ما نشرح العملي لازم نعرف النظري بتاعه يعني، يعني نعرف التوثيق بتاعه ايه، ده اذا سمحت يعني. يعني مش عارفه هي دي الطريقه، انا بفضل الطريقه دي، ممكن طبعا تبقى لرغباتكم، ممكن نعدل الطريقه دي لو لقيناها غير مجديه، بس يمكن هنلاقي يعني اكيد هنلاقي طريقه نتواصل فيها. اوكي، أستاذة باشمهندسة هالة كانت بتسأل.
اتعلم على البرنامج كيف بس مش كتير عمل المرة الجاية. طول المرة الجاية بإذن الله نتقابل ونتعرف بشكل متعمق على السيرفلت. ممكن الناس يا ريت تقرأ قبل